ايه ده؟ ايه الربابيكيا اللي انتوا جايبينها دي؟ يا طنط انا بحب الانتيكات، وبعدين يعني العفش القديم ده لما يتجدد ابقي تعالي شوفيه، قيمته هتبقى اكبر بكتير قوي. يعني نجيب لكم اجهزه من سوق الجمعه ونبقى نجددها. انا مستعده اتجوز من غير اجهزه خالص على فكره. يا ده اهدي بس، ما ماما انت عارفاها. تمام، انا هطلع بس اطمن كل حاجه نزلت. اوعى تعالى هنا. ايه رايح وراها كده على طول؟ في ايه؟ انت مش شايفها بترد عليا ازاي؟ يا ماما يعني انت لازم تعكيها من اولها. اعكها؟ وبعدين اتقل شويه، اتقل. لو النبي شاهله يا رجاله. والله يا ابتهال مش عارفه اقول لك ايه يعني، بس شكرا انك نزلتي عن جهازك ليا. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. يا بنتي احنا اخوات، وبعدين مش انا اللي هتجوز السنه الجايه، ولما اتجوز لو احتجت حاجه هستلفها منها. انتي بتفكري في الجواز يا ابتهال دلوقتي؟ لا خالص يا بابا، لا سمح الله، حد جاب سيره الجواز؟ مقدر اللي انت عملتيه يا دعاء، عشان خاطري وعشان ظروفي وعشان امجد اخوكي. يا بابا انا ما عملتش حاجه. اذا كانت تيتا ذات نفسها سابت شقتها واتنزلت عنها عشان امجد، انا يعني مش هضحي بشويه خشب كده. ربنا يكمل لك عقلك حبيبتي. عقبال الفرح يا ابتهال. ان شاء الله بعد عمر طويل. ان شاء الله ان شاء الله. يلا يلا ننزل نشوف العمال اللي يكسروا الحاجات.